جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: شعري يتساقط مع أنني أعتني به وقمت بوضع الحنة عليه، ومع هذا التساقط في ازدياد حتى أصبحت بعض المناطق خفيفة الشعر. فنصحني بعض زميلاتي بقصه لكن أمي رافضة، هل أقصه أم لا؟ هذا يرجع فيه إلى الطبيب، لأن هذا نوع مرض فيرجع فيه إلى الأطباء، وما يقررونه من العلاج فإنه يؤخذ به. نعم.